سريعة شوية، فما اليوم لا نوسيون تاع حزب كبير وحزب صغير، توافق أنت على التصنيف هذا؟ لا، فما حزب قديم وحزب شاب، هكا هو. فما الأحزاب اللي تكونوا بعد نهار 14 جانفي والأحزاب اللي كانوا متكونين من قبل ولا معروفين من قبل وبعديك خذوا التأشيرة نتاعهم. والمشكلة متاع الأحزاب هذوما، كثرة الأحزاب، هي قراءة تاريخية، مثل الشيء صار في اليابان، مثل الشيء صار في إسبانيا، في البرتغال، في صربيا، أي في صربيا. واللي يصير من بعد هو اللي الأحزاب الكل يقربوا لبعضهم، وملول يبدأوا 200 ولا 250 يوليوا 3 ولا 4. هذا يخلق أزمة ثقة على حد تقديرك مع المواطن التونسي ومشاركته في الحياة السياسية، وإلا لا؟ التونسي قاعد يقول ماني فاهم شيء. أي ماهيش حكاية ثقة، حكاية نظرية، ما عاد يرى شيء التونسي، ما يشوف حتى شيء. علاش؟ على خطر فما في 100 حزب فما 90 حزب يقولوا فرد حاجة، وكل واحد يقولها بسيفته، كل واحد يقولها بطريقته، واحد ما عاد يرى شيء وما عاد يفهم شيء. هذاك عليه من الأول، من شهر فيفري احنا بدينا نقربوا الأحزاب الأخرين، عملنا اندماج مع حزب الوفاق، كنا حزب جمهوري، عملنا اندماج، ومن بعد قربنا لبرشا أحزاب أخرين وقلنا لهم إجاو ونوليو حزب واحد. فهمتني؟ برشا اللي رفضوا، وأما في الأخر في شهر ماي عملنا القطب، القطب الديمقراطي الحداثي اللي ولاو توا فيه 6 ولا 7 أحزاب وجمعيات وشخصيات من المجتمع المدني. فهمتني؟ معناتها صاير توا راهو فما اندماجات صايرين، وفما برشا أحزاب قاعدين يقربوا رواحهم، وشيء ماشي ويضاح. ألو، أنت تقول ماشي يوضح، لكن في نفس الوقت نرجع للتونسي. التونسي اليوم وبرشا ناس قاعدين يقولوا ممشيش يقيد في القائمات الانتخابية، على خاطر كما قلت يمكن ما يشوف شيء، وفي نفس الوقت فما مشكل كبير في سلوك حضاري معين، بما أنه التونسي عمل للثورة واليوم التونسي عنده عزوف على التقييد في القائمات الانتخابية. شكون الكوبابل، الأحزاب ولا التونسي؟ الأحزاب أكثر من التونسي كوبابل. الأحزاب على خطر هما برشا منهم يدافعوا على حزب نتاعهم، في عوض يدافعوا على الكرسي، على التونسي، يدافعوا على الكرسي. نعم، برشا أحزاب. علاش؟ على خطر أنا وقت اللي نمشي نقابل الأحزاب هذوما، اللي نلقاهم صغار في الأحزاب هذوكم يخمون، كلنا نخمو كيف كيف، ما فما كان ريوس الأحزاب اللي ما يخموش كيف كيف. وعليش ريوس الأحزاب؟ خاطر هما يدافعوا على الكرسي. أنت معناتها فما مشكلة نتاع جيل على حد تقديرك، فما جيل يعرف اللي فما جيل يعرف اللي لوبجيكتيف برانسيبال هو الكرسي، وفما جيل يعرف اللي لوبجيكتيف برانسيبال هو تونس. فما جيل اللي فهم الثورة، وفما جيل اللي ماهوش فاهم الثورة، اللي مكمل على فهمتني مكمل ديريكت. هذيك المشكلة الكبيرة. شكون على راسه الجيل اللي ماهوش فاهم الثورة؟ هما اللي اسمع، الثورة هذية شوف ما تتفهم، كان ملي هبطوا نهار 14 جانفي ونهار 12 جانفي في صفاقس، واللي بداوها في سيدي بوزيد، واللي هذوكم اللي زاحموا هما اللي فاهمينها راهي الثورة. فما برشا ناس اللي كانوا قاعدين يتفرجوا في التلفزة يخلقوا شيء كله تقلب منهم، معناتها النظام الكل ما فهم حتى شيء، النظام كله اللي كان موجود ما فهم حتى شيء من الثورة. راه حتى اليوم فهم برشا ناس ما همش فاهمين شنو هي الثورة، فهم برشا ناس نساوها الكرامة ونساوها الحرية، عايشين 60 سنة و70 سنة بلاش حتى شيء، ما همش فاهمين شنو صار. فهمتني؟ وفما جيل اللي فاهم، فما جيل اللي حسها في بدنه، حسها، حس نقص الحريات، وحس اللي احنا عايشين بلاش كرامة. فما اللي كلاو الكفوف، فما اللي كلاو الترايح، فما اللي ماتوا، 300 واحد مش شوية. وهذاك علاش فما مشكله نتاع فهم، نتاع مشكله نتاع فهم. داكور، شنو الحل؟ الحل اللي الصغار يطيروا الكبار، هذيك هي. اللي في الاحزاب لازمهم يدوروا رؤساء الاحزاب ويقولوا لهم من فضلكم، فهمتني، احنا قاعدين ندافعوا على تونس، كان انتم ما تحبوش تدافعوا على تونس تكيو. هذاك هو الحل. بنى طريقه، بنا طريقة تم الكونغري اكسترا اوردينير اللي نجم يصير في كل حزب. فهمتني؟ يتلموا العباد ويقولوا هذايا احنا عايشين توا في وقت صعيب ياسر، في فترة صعيب ياسر، ولازمنا نتلموا، ولازمنا كلنا نقروا مع بعضنا شنو هي السياسة اللي باش نعملوها. الو عبد العزيز بالخوجة، اللي يسمع فينا توا الصباح في اكسبريسو على اكسبريس اف ام يقول شبيهم جماعة، هذا ياسر ايدياليست، شبيهم يحكيو هكا. اونتر تان فما شكون قاعد يكسر، فما شكون قاعد يحرق، فما شكون قاعد يحب يذبح، فما شكون قاعد يقول انت اذا كان تخمم في الكرسي نجم كيفاش نقولوا على ليميت نتعاون معاك ونمشي معاك، ومن بعد على ليميت نطيرك من الكرسي وناخذ
ناخذوا بالقوه، فما القوه زاد عبد العزيز بالخو، شنو رايك؟ فما القوه والقوه فما العنف، فما القوه وفما العنف، وهذوكم مبنيين على مبادئ اخرين ماهمش مبنيين على الثوره. فما ساعه حاجه الاولى اللي لازم التونسي يفهمها واللي عمري ما نسمعها انا في حتى بقعه، فما برشا بلدان ما تساعدهمش الثوره هذه، فما برشا بلدان عربيه ديكتاتوريات اللي ما يحبوش تنجح الثوره في تونس، على خاطر كان نجحت الثوره في تونس ودي ديجا قامت القيامه، هي في العالم العربي كله قامت القيامه. وفهم برشا بلدان معناتها ما عندنا حتى فكره نتاع الفلوس اللي صرفته باش تركح الجو، والبلدان هذوكم قروا قالوا الثوره هذه لازمها تقف، ما كانش احنا باش نطيروا، اللي يحكموا في كل البلدان هذوكم باش يطيروا، فما برشا فلوس داخله، وهذوكم اللي قاعدين يخلقوا في العنف في تونس، وهذوكم اللي قاعدين يبدلوا في اتجاه الثوره. الثوره كانت ماشيه للحريه، كانت ماشيه للكرامه، كانت ماشيه للديمقراطيه، توا ولاو حكايات اخرين نسمعوا بهم اللي عمرنا ما سمعنا بهم قبل. شنو هي حكايه قال لك العلمانيه؟ عمرنا ما حكينا على العلمانيه. شنو هي حكايه معناها فما يا اخي عندنا مشكله نتاع الهويه احنا في تونس، عندنا مشكله نتاع التطبيع في تونس، شنو المشاكل الفارغه اللي ولينا نسمعوا فيهم؟ معناها فما شكون توا يحب يعمل ديتورنومون نتاع الثوره، يحب يسرق الثوره، وشكون وراه هذا؟ ومنين يجيب في الفلوس؟ شبين نسمعوا ياسر بالفلوس الايامات. انا نشوف انا في الحزب نتاعنا عندنا مشكله كبيره ياسر باش نلقاو الفلوس، والكلنا نحطوا من مكاتبنا، شنو هما هذوما المليارات اللي هابطين وشنو هو اللي وراهم؟ واللي يعطيك فلوس اليوم وقت اللي واحد يعطيك فلوس باش تصوت له، الفلوس هذوك ما نهار اخر باش يعاود يخلصهم هو، باش يخلصهم، مو باش ينحي لك كل شيء، ينحي لك حريتك وينحي لك كرامتك. وين معناها المشاكل الحقانيين؟ مشاكل الشغل، مشاكل الاقتصاد، شبين عمرنا ما نسمعوا بهم؟ فيها ما نسمعوا كيف في حكايات الفارغه اليوم. انا عبد العزيز بالخوجة المهم في هذا الكل هو انه احنا اخترنا مسار معين اترافير قصبه واحد، قصبه اثنين، مطالب شعبيه، جاء وقت قلنا مجلس تاسيسي. اليوم التونسي ماهوش قاعد يقيد في القائمات الانتخابيه على خاطر ماهوش فاهم المسار اللي اخترناه هذايا نتاع المجلس التاسيسي. ساعه ماهوش فاهمه التونسي، ما يعرفش اللي المجلس التاسيسي هذا اللي باش نصوتوا له حاجه الاولى ما نعرفوش قداش باش يقعد، ينجم يقعد عامين، ينجم يقعد 3 سنين، ينجم يقعد 5 سنين. حاجه ثانيه، حتى حد ما يعرف المجلس التاسيسي هذايا هو بيدو اللي باش يختار الرئيس، هو اللي باش يختار الحكومه، هو باش يولي في وسط عرك نتاع البي دي جيات والسفراء وشكون باش يحكم وشكون ماهوش باش يحكم. فهمتني؟ هذوما كل المشاكل راهو لازمنا نحكيو عليهم. شنو هي المسيره اللي اخترناها هذه نتاع مجلس تاسيسي؟ وعلاش اخترنا مجلس تاسيسي؟ علاش ما مشيناش للاستفتاء ورانا ارتحنا؟ مطلب شعبي كان المجلس التاسيسي. مطلب شعبي شكون وراه؟ يا اخي اليوم الشعب ما يعرفش شنو معناتها المجلس التاسيسي، ما يعرفش شنو الفرق بين المجلس التاسيسي واستفتاء، ما فما عباد وراه، فما اللي فما شكون اختاروا هذه حكايه المجلس التاسيسي اللي ما كناش ماشيين لها بالكل. حتى في الدستور نتاعنا القديم ما فماش المشي للمجلس التاسيسي. الوغ انت هكا تزيد يمكن تعمم في البارانويا عبد العزيز بالخوجة، بيسكي تقول فما شكون اختار وفما شكون وفما شكون. اليوم شنو هو دور الاعلام؟ شنو هو دور شكون قاعد يختار للتونسي؟ التونسي عنده مصيره بين يديه ولا لا؟ كلها اسئله هذه اللي تنجم تحير التونسي كمان. اسمع التونسي لازم يفهم فما حاجه بسيطه ياسر، حاجه بسيطه هي اللي تونس المبادئ نتاعها هما اليوم الديمقراطية، الحرية، الكرامة والحداثة. ما ننسيوش الحداثة، فما أحزاب اللي دافعوا على الحداثة هذه وفما أحزاب اللي ما يحبوش على الحداثة. التونسي لازم يختار قديش باش يختار بين قديش من حزب، هما جد علينا 100 حزب باش يقدموا رواحهم، باش يقعدوا 6 ولا 7 كان خلات في 6 ولا 7 هذوكم. لازم يختار حسب مبادئ نتاعو، لازم يعرف اللي تونس إذا كان نجحت حتى لليوم فهمتني وفما نجاح، او نشوفوا البلدان العربيه اللي بحذانا ونشوفوا الفرق بيناتهم. اذا كان نجحت تونس خاطر اختارت الحداثه من قبل، من قديم الزمان تونس اختارت الحداثه، من القرن الثامن ولا من القرن السابع فهمتني، باش ما نرجعوش للقرون كرتاج. تونس اختارت الحداثه، فاليوم وقت اللي باش يختار التونسي لازم يخم مش على روحه برك، لازم يخم على اولاده، يحب اولاده نهار اخر يرجعوا يعيشوا تحت نظام نتاع الاكتاف فهمتني، نظام نتاع السرقه، نظام نتاع الفساد ولا الخوف نتاع الخوف، ولا يحب على نظام نظيف، نظام اللي باش يجيو معناتها عباد نظاف باش يقودوا البلاد. الوغ جوستومون هو يحب التونسي على الشيء هذا، ما كيفاش؟ مش صعيب عاد، لازم يقرا شويه ولازم يعرف شنو هما الاحزاب، على خاطر المشكله مش عند الاحزاب برك، راهو المشكله عند وسائل الاعلام زاده، ما يوصلش الانفورماسيون، ما توصلش برشا راهو في تونس. وكما قلت قبيله برشا حكايات فارغه،
التونسي لازمو ماذا بينا نسمعوا المشاكل الحقانيه معناتها شنو هما الحلول الاقتصاديه توا فهمتني باش نحلوا مشكله الشغل. فما برشا مشاكل اللي ماذا بينا اليوم نوليو نحكيو عليهم هما ونخرجوا من المشاكل الفارغه. سؤال اخير عبد العزيز بالخوجه، وقت اللي تقول لي معناتها مسار نتاع مجلس تاسيسي والاعلام ماهوش قايم بالدور وغيره، هذا الكل كمام يخوف شويه، شنو نظرتك للمستقبل؟ انا نظرتي للمستقبل ساعه لازم حاجه الاولى هي اللي كل تونسي عنده يجوره بين يده، كان نحبوا نبنيو مع بعضنا لازم راهو كل تونسي يمشي يصوت، هذا هي الحق نتاع التصويت نتاعنا. فما عباد ماتت عليه، فما 300 واحد ماتوا، فما اللي لتوا مجروح، فما اللي لتوا متعذب، راهي فما ميزيريا في البلاد، وفما كان نحبوا نبنيو مع بعضنا ساهل البني، لازمنا نبنيو. فاذا كان كل تونسي ياخذ الاجوره نتاعو اللي هو الصوت نتاعو فهمتني ونبنيو مع بعضنا نجموا ننجحوا. اما اذا كان اليوم قداش وصلنا اليوم؟ وصلنا 6% 6% باش نعملوا بهم 6%؟ ما نجموش حتى نعملوا انتخابات 6%. فما كورام ناتوريل اللي لازمنا نوصلوا له، كان ما فتناش 50% نتاع التوانسه اللي نجموا يصوتوا يمشوا يصوتوا زايد ما عادش ديمقراطيه وقتها. معناها لازمنا نوصلوا له هذايا لعب، لا لازم نقولوا اليوم فما كورام لازم 50% نتاع التوانسه يمشوا يصوتوا، ما كانش مش لازم، ما كانش عاد نشوفوا حل اخر وقتها نرجعوا للاستفتاء. شكرا لك عبد العزيز بالخوجه على الدعوه الصباحيه. قداش من موضوع نجمو نحكيو فيه جوستومون اون فيك ابوردي ولا يفلوري لي سوجي سي نورمال، عنا بين يدينا 20 دقيقه، لكن معك انت حبيت نشوف شاهد على عصر كما قلت كيفاش عاش الفتره هذه والى حد الان دونك ليتا ديسبري موجود فيه. شكرا لك عبد العزيز بالخوجه، في انتظار لقاءات اخرى. قال لك يا جورا بين يديك الصوت نتاعك انت، مشيو قايدو مشيو انتخبوا ومن بعد تنجموا انتم تختاروا مستقبل تونس، ومستقبل تونس بين يديكم. حسين حبيبي يقول جوه القلب، هذا فلاش بوكس نتاع 9 نتاع الصباح مره اخرى، بارك الله فيك. بارك الله فيك ياسر.